السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم، اموركم هانيه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحسن الاحوال ان شاء الله. اليوم جيتكم فيديو جديد ان شاء الله، غادي نشارك معكم فيه واحد الحلوه ديال لي باتيسري. ممكن تصايبوها في الدار بمكونات بسيطه وكاينه في كل منزل. كما شفتوا معايا هنايا كتجي دي ترونش، كل واحد ياخذ طريف ديالو. راه كتجي زوينه في المنظر بزاف بزاف، وحتى في المذاق. خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو ونتعرفوا على المقادير والطريقه التحضير ديال هذه الحلوه هذه. غادي نبداو بالمقادير. عندي هنايا 6 ديال البيضات، 4 ديال المعالق كبار ديال الفورز، 6 ديال المعالق كبار عامرين ديال السكر، 6 ديال المعالق كبار ديال الزيت، 6 ديال المعالق كبار ديال الحليب، وجوج معالق ديال البودره ديال الكاكاو. وعندي هنا فاني، ممكن ديروا تاساشي ديال الفاني، واحد القبيصه ديال الملحه خلاص على حساب البيض. انا هنايا غادي نستعمل لاطه كبيره وغادي نقسم الجينواز ديالي على جوج باش يجيني جوج طبقات. كنتو بغيتو تستعملوا غير لاطه صغيره غديروا جوج ديال الجينواز، وغتستعملوا نصف المقادير، ثلاثه البيضات والباقي كلشي ثلاثه ثلاثه ثلاثه. هنا غتكون معلقه ديال الكاكاو، والدقيق غيكونوا جوج. هنا اللي غيكونوا ثلاثه المعالق، حتى انا هنايا دي مستعمله 6. ودابا غادي ندوز باش نبدا. صافي، هنايا خديت 6 ديال البياض ديال البيض، غادي ندير عليهم واحد الرشه ديال الملحه، واحد راس معلقه ولا نص معلقه ديال لافاني على حساب، ولا ساشيه ديال لافاني. صافي، غادي نطربهم واحد شويه حتى يترغوا، وغادي نزيد عليهم هاد 6 د المعالق ديال السكر سنيده ونطلعهم مزيان حتى يوليو ليا بحال الثلج. صافي، هنايا خلطت واحد شويه، غادي نزيد 6 د المعالق ديال سنيده ونطلعهم مزيان حتى يولي ليا بحال المورانغ اولا بحال الثلج، عاد نحبس. صافي، كما شفتوا معايا كيفاش ولا ليا البياض ديال البيض. غادي نديرو على جنب. هنا خديت واحد البول درت فيه الصفار ديال البيض، ديال 6 ديال البيضات. غادي نزيد معاه 6 ديال المعالق ديال الحليب و 6 المعالق ديال الزيت، صافي. غادي نخلطهم شويه. غادي نزيد عليهم 4 المعالق كبار بومبي ديال الدقيق فورس، وجوج معالق كبار ديال الكاكاو. غادي نغربلهم. صافي، وغادي نحرك مزيان. غادي نزيد عليهم واحد شويه من هاد البياض البيض اللي طلعنا. صافي، غادي نبداو دابا ندخلو البياض البيض بشويه باش ما يطيحش لينا. كالعاده من تحت للفوق حنا كندورو حتى يدخل كامل.
كيما شفتوا معايا، كنحاول نخلط في نفس الوقت ما نهبطش بزاف هذاك البيض اللي طلعنا من قبل. صافي انا كنجيب واحد اللاطه اللي كتدخل في الفران، انا درت هذه شويه طويله، هي اللي غادي نقسم من بعد، هذه اللي غنقسم انا من بعد على جوج. بالنسبه ليا هنايا هاد اللاطه فيها 40 على 34، الا كنتو غادي ديروا جوج صغارين غادي ديروا لاطه هكا تكون فيها 28 على 26 ولا 30 على 24، المهم القياس اللي يجيكم جوج ديال الطبقات. انا هنا غادي نستعمل هذه كبيره، الفران راه سخون. صافي كنحاول نوزعها هكا كما شفتوا معايا، هاد الجينواز اللي درت دابا ما فيهاش الخميره، هذا هو الاساس ديال الوصفات ديال الجينواز، ما كتكونش فيهم الخميره. صافي كنحاول نسرحها هكا وندخلها الفران طيب، راه 10 دقائق كافيه باش ما تنشفش لينا، ونخرجوها باش نزينوها. بالنسبه للشونتيي هنا خديت جوج كيسان ديال البودره ديال الشونتيي، درت معاهم جوج كيسان، واحد ماء وواحد حليب باردين. الا كنتو بغيتوها تبقى لكم مده اطول استعملوا غير الماء ماشي مشكل. بالنسبه للناس اللي عندهم البودره ديال الشونتيي ما كتشد لهمش مزيان، شي وحده ما ماركه ديالها ما زوينهش، ما تعمروش الكيسان ديال الماء وديال الحليب، ديروا كل كاس ديال البودره مع كاس لاروب ديال الحليب اولا ديال الماء. هنايا راه طلعتهم مزيان، غادي نزيد عليهم واحد المعلقه ديال الكاكاو ونعاود نطرب. صافي دابا خديت الجينواز ديالي راه قسمتها على جوج كما شفتوا، كتجي بحال هكا، انا ما درتهاش بليضه بزاف. غادي ناخذ النص الاول غادي نسقيو، هنايا درت نص كاس ديال الماء مع ربع كاس ديال سانيتا مع واحد المعلقه صغيره ديال نسكافيه، طيبتهم شويه تغلى وغادي نسقي بهم الجينواز. غادي ناخذ لاشونتيي غادي ندير واحد الكميه تكون هكا شويه بحال القياس ديال العلو ديال الجينواز اللي عندي، غادي نوزعها ليها. صافي هنا كنجيب النص الاخر كنحطو من الفوق، اللي بغى يعمرها بشي حاجه يعمرها، كان لوز مهرمش ولا الشطريفات ديال الشكلاط ولا اللي بغى، انا خليتها غير هكا راه كتجي مزيانه. كنعاود نسقي الطرف الفوقاني. صافي كنعاود مره اخرى نحط لاشونتيي ديالنا نفس الطبقه اللي درنا في الاول نفس القياس. صافي كما شفتوا معايا هنايا بقيت معها غير بشويه حتى حاولت نبقى على السطح. انا غير باش نسهل عليكم وبالنسبه للناس اللي ما عندهمش لي مول، انا نورمالمون اللي عندها بحال هذا المول الكاري تستعملوا تمونطي فيه كيجي اسهل، كتشكلوه على حسب القياس اللي بغيتو اما مربع اولا مستطيل وكتطلعوا فيه، ومن هنا كتسهل لكم كتدخلوها الكونجيلاتور بيه. انا اكسبري خدمتها غير هكا باش اللي ما عندهاش ما تبانش ليها راه صعيبه، كتبغي شويه ديال الخاطر باش نقادو السطح وفي نفس الوقت يجي طبقه واحده ما يجيش مايل يجي نيفو واحد. صافي دابا غادي ندخلها الكونجيلاتور باش تشد راسها مزيان باش ان شاء الله نخرجها وتسهل لنا اننا نزوقوها ونقطعوها لي طرونش اللي بغينا. صافي هنايا غادي ندوزو باش نوجدو الكاناش، خديت هنايا واحد نص كاس ديال الماء دافي شويه، غادي ندير معاه جوج معالق كبار ديال الزيت وجوج معالق كبار عامرين ديال لا كريم شونتيي. صافي غادي نحركوها شويه وغادي نديروها فوق البوطه، يلا جينا غادي تطلع فيها الغليه ماشي تتبخ بزاف، يطلع فيها الغليه شويه وغادي نحيدوها فوق البوطه ونزيدو ليها 150 غرام ديال الشكلاط. انا عندي هذا الشكلاط ديال الحلوه ديال غالا،
150 غرام اللي ما عندهاش الميزان جات 20 مربع صغير ديال الشوكولا. صافي هنايا من بعد ما سخنت هذاك الماء ولا كريم شونتيي والزيت، غادي نزيد عليهم 150 غرام ديال الشكلاط. انا هنايا دوزته في الهاشوار، ممكن غير تحكوه ولا تقطعوه بداك المسرق طريفات صغارين غير باش يجيكم ساهل، ما ياخذ لكمش الوقت بزاف ويذوب. صافي وكنخلط مزيان، اللي بغات تجي هلا مع اكثر تزيد معها واحد طريف ديال الزبده غير صغير. انا نكتفي بها، كنحركها مزيان حتى يذوب ونجيب الحلوه ديالي نخرجها من الكونجيلاتور ونديرها فوق منها. صافي كما شفتوا معايا ها هي الكاناش ديالي، كنبقاو معاه غير بشويه ديك السخونيه كتذوب لنا الشوكولا. الا خفنا يبقى لنا فيه شي كراك باما نصفيه ولا نطحنوه بالميكسور بلونجون كيجينا بحال هكا. صافي كنبداو نخول الفوق. هاد الكاناش هذا ممكن تستعملوه لجميع انواع ديال الكيك، هو ما غاديش تعطل بزاف غادي يشد لينا راسو. صافي كنستمر بحال هكا، هوي مع كتكون بارده راه ما كتعطلش بزاف كما قلت لكم دغيا غادي يجمد لينا. غادي نزوق باش نقطعوا لا طرونش ونزوقوه. صافي هنايا لما بردات لكم شو كنتم مزروبين دخلوها واحد شويه للثلاجه. غادي ناخذ واحد الموس غادي نحيد به غير هاد الجنيبات. صافي كما شفتوا معايا هنايا حيدت غير الجناب، دابا غادي نحاول غير عيني ميزاني هكا نقسمها، ممكن تجينا هنا خمسه ديال الطريفات. غادي نديرو بسم الله، مع كل تقطيعه نحاول نمسحو شويه نقيو الموس. صافي وكنعاودو ندورو هنايا على الطول ديالها، كنقسموها على جوج كما شفتوا راه كتخرج لينا حتى 10 ديال لي طرونش. صافي غنقدموهم اما في كوبرطات ديالهم ولا قدموهم بالطريقه اللي بغيتو تزين. انا غنعطيكم افكار التزيين اللي غادي ندير انايا، وانتم زينوها على حسب الموجود عندكم وعلى حسب الرغبه. ممكن تخليوها حتى هكا ملي كتبرد شويه في الثلاجه راه كتزيد تشد راسها كتجي احسن. صافي وهذه هي النتيجه النهائيه ديال الحلويات ديالنا، كما قلت لكم راه كيجيو زوينين، ممكن تستغناو على لاباتيسري تبقاو تصايبوهم غير بوحدكم في الدار هكا المناسبات ولا الاعياد الميلاد، راه كتجي زوينه ورطبه وتزين كيبقى على حسب الرغبه كما قلت. كنتمنى تكون عجبتكم الوصفه ديال اليوم، شكرا لكم على المتابعه، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، بسلام عليكم.